السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا شباب. معنا النهاردة مع سادس فيديو من سلسلة Virtual Labs بعنوان IDS Installation. الـ IDS ده جهاز تقدر تقول عليه كده أخو الـ Firewall، أخوه Intrusion Detection System، Intrusion Prevention System. طبعا ده جهاز بيتحط فيه الـ Network عشان بيراقب أو بيعمل مونيتور للداتا اللي بتمشي في الـ Network. حد بيعمل مثلا اتاكس، denial of service attacks. طبعا اي دي اس اي بي اس بيكتشف الموضوع ده. لو انت مثلا بتعمل سكان، عندك مثلا اتاك بيعمل سكان على بورتس مثلا معينه في اي نتورك، الاي دي اس عنده يعني وظيفته اللي هو بيكتشف الحاجات اللي زي دي. ولو الاي دي اس مثلا ده بيبعت لك مثلا warnings ان في مثلا اتاك بيحصل على الحته المعينه، لو اي بي اس Intrusion Prevention System ده بيقوم لك بعملية منع أو قفل يعني قفل الأتاك. احنا هناخد النهاردة ازاي نسطب الـ IDS ده على الـ GMS 3. درس بسيط وسهل، مش هيكمل يعني 10 دقايق. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي يا سيدي انت بتروح على GMS 3. طبعا انا حاطط الـ IDS هنا، شيله خالص عشان ايه، نحطه من اول وجديد. بنروح نيو، جيب تايب IDS، نكست name IDS، next ال desk image HDA. ده بتروح على بقى ايه ال IDS عندي. تمام، اوكي، ونطلع next، نروح على برضه نفس المسار نفس الباس. IDS Disk Tool Next Finish. بنروح على ال Edit ونروح على Advanced Settings ونلغي كل الكلام ده، يعني Paste أو بنحط ده الكلمة دي. أوكي وندوس Apply. أوكي و نروح على الـ IDS هنا ونعمل كيمين ستارت. أول حاجة بتجيبها IPS key password Cisco، وتروح هنا كليك يمين لي كونسول. هتستنى لحد ما يعمل عملية البوت. مشكلة. طيب روح على preference one delete. اوكي طبعا نشيل ده خالص. هبحط لكم اللينك، بحط لكم اللينك بتاع الـ IDS طبعا، تحميله في الـ description بتاع الفيديو. نروح تاني new IDS، نكست نكست براوز. طيب ناخد ال اي دي اس هو جوه هنا. نكست وناخد هنا بروس. Bye.
طيب طبعا في ملحوظة كده، لو انت دوست بالماوس جوه كده تلاقيه اختفى، عايز تطلع تدوس كنترول الت تمام. وده نفس الكلام برضو في الفيم وير. الباسورد سيسكو، اللوجن سيسكو، الباسورد سيسكو، اي بي اس 4215. وادي الاي بي اس تمام، اشتغل معانا اهو زي الفل. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.